مرحبا بكم في فيديو اليوم، فيديو أسطوري وحدث أسطوري بمعنى الكلمة. قادم في توتال فوتبول في هذه الأيام، أيام السنة الجديدة. انترو ونواصل. لا تنسوا الضغط على زر اللايك حتى ينتشر الفيديو ونستمر في التسريبات. غدا سيكون هنالك تحديث بسيط داخل اللعبة وينطلق الحدث رسميا. اسم الحدث هو نخبة الأمم. الآن عرفتم وقت البداية واسم الحدث. الآن لنتجه إلى اللاعبين وموعد نزولهم. أولاً، شكل البطاقات في الحدث أسطوري جميل جداً. أعطوني رأيكم من 10 في التعليقات عن البطاقة. يوم 28 ديسمبر سيكون أول حدث ينزل عن هذا الحدث، اسمه هدية النجم، الذي سنحصل من خلاله على بطاقة نخبة الأمم مجانية، لكن تجريبية لمدة 5 أيام للاعب تشيلسي الظهير تشيلويل. وهذا هو شكل البطاقة. أيضا في نفس اليوم 28 ديسمبر حدث العد التنازلي للسنة الجديدة. سنحصل على بطاقة مجانية للاعب يوسف النصيري. بعدها بيوم وتحديدا يوم 29 ديسمبر سوف ينزل حدث عجلة الحظ، وهو بالمناسبة حدث شحن، لكن يوجد فيه بطاقة أسطورية للحارس المغربي ياسين بونو باوفر خرافي، وهو 87. لايك واشتراك، يوصل الفيديو إلى 100 لايك راح أنزل البارت 2. لا تنسوا تعلقوا على الفيديو إذا عجبتكم البطاقات والأوفرات أو لا.